سباق الخير هيا. في أندونيسيا العديد من المراكز التعليمية تضم عشرات الآلاف من الطالبات، ولكن هذه المراكز التعليمية تعاني من نقص المعلمات المتميزات. فهذا المعهد الجامعي الذي أكمل عامه الدراسي الأول يهدف إلى سد حاجة المدارس إلى المعلمات، فهو يقوم بتأهيل المعلمات اللاتي سيقومن بتدريس بنات اليوم وأمهات المستقبل. فالمساهمة في هذا المشروع هي مساهمة في تعليم أجيال. والآن نحن بصدد إنشاء المرحلة الثانية التي تضم بقية مرافق هذا الصرح التعليمي بإذن الله تعالى. نحن بحاجة إلى هذا المعهد لتأهيل معلمات للتدريس في المراكز التعليمية في إندونيسيا. هذا من خير ما أنفقت فيه الأموال، فاجعل لك أثرا صالحا يستمر نفعه ويجري لك أجره بإذن الله تعالى.